حضور في كثافة أعلى من امبارح، لأن بدأ أعضاء الجمعية العمومية يشعروا بالخطر، جايين بيتهم يطمنوا عليه زي ما احنا جينا. يعني رحنا امبارح مدينة نصر، النهارده جايين النهارده أهل الجزيرة، طمن على بيتنا الكبير، ده البيت الكبير احنا مطمن عليه. فالحمد لله الأعضاء جايين وفرحانين ومبسوطين وسعداء جدا، والرموز الرياضية جات اللي بيقول عليها الأخ الفاضل، ما فيش حد من رموز الرياضيه هيجي بكره، لا ده في رموز وسادتك شفتهم، مجدي عبد الغني اهو كان وراء، كان قاعد معايا دلوقتي حالا، وغيره 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 وغيره. يعني الواحد حزين ان ابناء النادي الاهلي جزء منهم، وجزء اللي يعد على اصابع اليد، مش اليد الواحده، اصابع اليدين، عشان يبقى العدد اكبر شويه. يعني تشكيك الفتره اللي فاتت كان في عدم وعي الجمعيه العموميه، وعدم ان هي مش هيبقى في حضور، والنهارده كمان سيتم الغاء الاجتماع الخاص النهارده لليوم الثاني. كنت بتسمع الموضوع ده ازاي، او شايف الرسائل دي هدف منها ايه؟ اولا هو مش بس الرسائل ديت، واشاعات كتير وكلام فارغ كتير وكلام تافه كتير. واحد يعني بيني وبينك يعني حزين انه بيسمع الكلام ده من ناس محسوبه على النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي. يعني انا ما تيجي تقول لي الجمعيه العموميه ما فيش وعي، لا ده احسن جمعيه عموميه جمعيه النادي الاهلي بحقيقه، مش عشان انا اهلاوي، مستوى الجمعيه العموميه في النادي الاهلي مستوى راقي جدا 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 جدا، وبيعرفوا يعني ايه يختاروا، وبيعرفوا يعني يقولوا امتى يقولوا لا وامتى يقولوا اه، ولا يسمعوا كلام حد ابدا. بوجه من محمود الخطيب من احسن اللعيبه في مصر، انا شخصيا بحبه جدا واحب اتفرج عليه، والنهارده اتفرج على الماتشات بتاعته ابقى فرحان جدا. انما عاوز اقول لك حاجه، هو لعيب كوره، في محمود طاهر، انا مش بتكلم في انتخابات ولا حاجه، ما تيجي بتقارن ما تقارنش، ده بيلعب كوره وده بيدير، ده مهندس وده لاعب كوره ممتاز وعظيم، الاثنين ولاد النادي الاهلي، الاثنين لازم يحطوا ايدهم في بعض، كله ايده في بعضه عشان نطلع بالنادي الاهلي لفوق، وهو هيفضل فوق بينا وبغيرنا، لان ده نادي النادي ده انا بعتبره هو مصر. وانا بقول لاصحاب الفتنه يبعدوا عن النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيمثل مصر تماما تماما تماما، وعدد جمهور الاهلي مش هقول لك اعضاء الاهلي، عدد ضخم جدا بالملايين، وارجو الا يتدخل احد لاثاره هذه الفتنه. مش قادر اقول، مش قادر اتكلم واقول، بس ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين ومصر بخير والاهلي بخير. هو الاهلي هو اللي بيعبر عن الشعب المصري. انا اهلاوي متعصب، انما الشعب المصري فعلا بيمثلوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيمثل الشعب المصري. عفوا حبيبي، عفوا. كل الشكر والتقدير للواء السفير نور، احد رموز النادي الاهلي وعضو مجلس اداره ايضا في